والآن مشاهدينا راح ننتقل إلى البصرة مباشرة إلى المؤتمر العلمي التطبيقي في كلية طب الأسنان جامعة البصرة. راح تكون ويانا من هناك مباشرة الدكتورة سندس عبد الودود، معاون عميد للشؤون العلمية ورئيس فرع الجراحة. يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة. صباح النور. اهلا، تحياتنا لك، يسعد صباحك. طب بالبدايه دكتور، حابين هيك نحكي عن التحديات والمستجدات اللي عم بتكون العلميه تحديدا بكليه طب الاسنان عندكم. شكرا جزيلا لك. طبعا كليه طب الاسنان تاسست بالبصره بال 2005. المشكله مالتها المستجده وهي من 2005 الى حد هسه هي عدم وجود بناية خاصة بها، عدد الكوادر التدريسية قليلة مع زيادة كبيرة بعدد الطلبة، خصوصا القبول المركزي لهذه السنة اعتبروا كلية طب الأسنان مصف الكليات العريقة اللي هي بغداد، المستنصرية، الموصل، مع انه هو ماكو فد وجه تشابه بيناتهم، يعني لا من حيث البنايات لا حيث الكوادر التدريسية، بحيث القبول المركزي كان إنما يناهز 500 طالب هذه السنة. نعم. طيب. طبعاً هذا كله. نعم تفضل. يولد صعوبات. نعم. تفضل تفضلي. هذا طبعاً يولد الصعوبات. الصعوبات تكمن بأن الطلبة كل ما زاد عددهم مع قلة الكوادر التدريسية، إمكانيات الكلية المحدودة من المختبرات وال. كراسي الأسنان لتدريب الطلبة يخلي فرص تدريب الطلبة تقل. نعم صحيح. يعني مكان ما يدخل مثلا أسبوعيا حتى يتدرب بالمختبر أو بالعيادة راح يصير مثلا كل 3 أسابيع مرة واحدة بالشهر، وهذا يؤثر طبعا على مهارات العملية بالمستقبل. صحيح. نعم. طيب دكتورة، يعني اليوم ذكرتي أنت الآن نوهتي إلى هذه المشكلة، هي مشكلة تضاعف أعداد الطلبة من عام 2004 إلى تقريبا 457، بينما ازداد عدد الكادر التدريسي إلى 4 أضعاف فقط. فخلينا نتحدث على أثر هذه المشكلة على المدى البعيد، يعني بعد تخرج هؤلاء الطلبة شو راح يكون استقبال الناس بالنسبة لهم، في ظل أنه يعتبروهم يمكن مو مؤهلين بما يكفي أو ما ماخذين استحقاقهم بما يكفي في المجال الأكاديمي. احنا يعني لازم بالنسبة للكلية ما عندنا حلول بالنسبة لها، لكن ممكن انه بالتعاون ويا وزارة الصحة بان تنفتح لهم دورات تدريبية باشراف اساتذة من كلية طب الاسنان لتدريب الطلبة لفترة سنة او سنتين اللي هي فترة التدرج، يكون باشراف تدريسي من كلية طب الاسنان، فهيك ممكن يكونون انه هو يكسبون المهاره ويكون مؤهلين الى ان ينزلون الى يعني الى الشارع لعلاج المرضى وفتح عيادات او العمل في مراكز صحيه او مراكز تخصصيه، وتستقبلهم طبعا الناس تستقبلهم بعد اكتساب هاي المهارات. نعم. طيب هل تم يعني طرح هذا الاقتراح لحتى يتم تنفيذه، ولا يعني ما زال قيد المناقشة ولسه ما اقترح؟ احنا المشكلة هاي اللي هسه تحدثنا عنها راح تشمل، يعني احنا لحد هسه المراحل اللي موجودة المتخرجة ما عندنا مشكلة وياهم. نعم. اللي موجودين هسه مرحلة رابعة مرحلة خامسة. المشكلة راح تبدي من المرحلة الثانية اللي راح ينتقلون للمرحلة الثالثة اللي عددهم 300، والمرحلة الأولى اللي راح ينتقلون إلى المرحلة الثانية والثالثة واللي عددهم 500. هنا راح تبدي مشاكل طب الأسنان، هنا راح يبدي التدريب العملي بالنسبة للطلبة راح يقل. تمام. نعم. طيب دكتورة، اليوم شنو المشاكل اللي تواجهوها وأيضا تريدون حلول لها والمصاعب أبرزها، يعني حابين نعرفها منك. والله احنا المشاكل عندنا المهمة هسه توفير مختبرات تسع لتدريب الطلبة. نعم. عيادات كافية لتدريب الطلبة، طبعا هاي هي اذا ما موجودة بناية خاصة بالكلية. حسب رئيس الجامعة بان البناية تاخذ لها فترة حتى تكتمل.
فاكو حلول وفرت لنا اياها رئاسه الجامعه بان راح توفر لنا مختبرات ممكن انه هو تحل لنا مشكله بما يتعلق بالسنه القادمه. نتامل انه هو تكتمل البنايه الخاصه بطب الاسنان الى السنوات القادمه حتى ممكن انه هو تنحل مشكله الطلبه اللي هسه حاليا بالمرحله الاولى. ان شاء الله دكتوره. طبعا دكتوره سندس شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، وان شاء الله يعني يتم تسليط الضوء على كل هاي المشاكل الموجوده بجامعه البصره وتحديدا كليه طب الاسنان، وان شاء الله يا رب التوفيق لكل الطلاب المخرجين وايضا المنتقلين للمراحل الاعلى يعني. وشكرا كثير لك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم، حياك الله.